الو يا غازي، قل الو. الو الو، كنترول الاتصال جاهز. الو ايش؟ تفضل. الو الو، هلا والله. السلام عليكم. سلام ورحمة. اخبارك حبيبي هيثم؟ بخير ونعمة، كيف الحال يمه؟ كيف الصحة؟ بخير ونعمة. كيفك؟ طمني عنك. الو يا هلا ومرحبا. هلا، احب اسلم واصبح على اخوانك المتسابقين. تفضلي يا ام هيثم. اي امه، كيف الحال؟ هلا، طيب اخبارك انت حبيبي؟ بخير ونعمه، كيف الاخوان والخوال والعمام؟ والله كلهم يسلمون. اخبارك انت حبيبي؟ طيب بخير ونعمه. سلمي لي على خواتي وعلى خالاتي والعمات وجميع، وعلى اجدادي كلهم. الله يسلمك حبيبي. احب اسلم واصبح على اخوانك المتسابقين واحد واحد بدون استثناء. الله يسلمك ويسلم. كيف الوالد وكيفك يمه؟ والله كلنا طيبين، بس شد حيلك حبيبي ولا تغيب عن البث. باذن الله باذن الله راح ارفع رؤوسكم باذن الله. قدم كل اللي عندك حبيبي. خلاص باذن الله باذن الله. الله يوفقك. سلمي لي على الجميع يا يمه. باذن الله. كلنا ثقي فيك حبيبي. ها باذن الله باذن الله بدنا راح ارفع رؤوسكم باذن الله. ام هيثم الله يسلمك حبيبي، استودعتك الله حبيبي. ام هيثم صباح الخير يا ام هيثم. الله يسلمك. هلا والله. ام هيثم، حنا خليناك تتصلين على هيثم على اساس تنصحينه وتقولين له يشد حيله في البرنامج، لان ظهوره الايام اللي راحت كانت قليل عاديه جدا. ممكن لا، ان شاء الله ان شاء الله راح يقدم الكثير وانا واثقه فيه. انصحيه ام هيثم على اساس انه يتفاعل في ريالتي، بس هذا اللي احنا نبيه. الله يعطيك العافيه، ما قصرت ان شاء الله. الله يسعدك ويطول عمرك. هيثم كان رافض اتصال والدته امس كان يكلمني قال لي لا تتصلون امي ابدا ولا تتصلون على ابوي، فانا اضطريت. يا هيثم انا اسف جدا جدا يا هيثم. شكرا لك. باذن الله ان الاتصال هذا يكون رافع دافع معنوي باذن الله لك. باذن الله يا غازي، وانا اقول من الان سواء استمريت او طلعت راح تشوفون هيثم مختلف من بعد فقره بروفايلك بلس. هذا اللي نبيه باذن الله. باذن الله باذن الله. الله يوفقك. هذا والله اللي نتمناه ونطمح له يا هيثم. باذن الله باذن الله. شكرا يا هيثم.